ألف مبروك إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. ألف مبروك. أهلا وسهلا شرفتيني. وين راحت مرتك؟ أمي هلا بتجي، راحت تشوفك. شكرا. أهلا إن شاء الله ألف مبروك. أمي أنا رايح شكرا برجع دغري. الله يبارك فيكي. أهلا وسهلا. ها ليلاس وين أختك؟ ما بعرف وينها. كيف ما بتعرفي؟ هي راحت مشان تشوفك. قلت لك ما بعرف وينها. يا الله لميس مو راحت مشان تشوف ليلاس؟ وين اختفي؟ هلأ بتجي، اهدي مرتضى؟ هلأ بتجي، لا تتوتري خلاص، اهدي بقى لميس. يعني ما في أي شيء بتسجيلات كاميرات المراقبة؟ طبيعية. طيب حسرتي عليها والله ما بتستوعب. شو يعني ما فيني شوف تسجيلات الكاميرا؟ الظاهر أنت ما عم تستوعب جدية الموضوع. أنا ما بقدر استنى النائب. ما بعرف كيف بدك يعني اهدى ومرتي انخطفت من بين إيدي. بس على الأغلب الضغط بيكون نازل. طيب ماشي عم بستنى لا تطول. ما عم بقدر صدق اللي صار. خليتوا المرة تفوت على المشفى. يعني شلون بتقدروا تخطفوا عروس من نص عرسة؟ شو أنا؟ بدر مغروم وعاشق، بس أنت شو وضعك؟ إيه خلصنا بقى. بعدين أنا شو عملت بشو غلطت؟ عطيته السيارة، شو أكتر من هيك؟ بس بتعرفي شو اللي صدمني اليوم؟ شلون اشتغلت السيارة من أول مرة؟ استغربت كتير. ليك أنا بشو وأنت بشو هلأ؟ المرة المسكينة بين الحياة والموت جوا وكله من تهورته. خلصتوا لا يفهمنا لا تكبري القصة كلها نوبة عصبية. شبه دكتور طمنا. وين لميس هلأ يا ترى؟ شو عم تعمل؟ لا وأسوأ شيء إنه جميل مفكرنا عم نساعده يا حرام. والله وجع لي قلبي. إيه والله معك حق. أنسي ألو هذا عم يقول إنه ما فيني شوف كاميرات المراقبة مشان الله أنت بتعرف الوضع وخطورته. حاولي تمثلي إنك متوترة. إيه بلا ما ماشي يا أخي يسلموا إيديك ناطر منك خبر لك. خلص شكرا عادي برقية. قلبك بارد كثير مرتضى. ها إيه؟ شو قالوا لك جميل؟ هلأ رح يعرفوا كل شيء إن شاء الله. يعني كتر خيره رئيسي بالشغل وأتعرف خبر مركز الأمن تبع المدينة كمان وعمموا أوصافهم بكل مكان. روق محلولة إن شاء الله. بس لحتى لاقي والله لحتى ورجي نجوم الظهر لهالندل. مفكر رح يقدر ينفوت بعملته بهالبساطة؟ لا وفوق عملته الحقير سرق سيارتك كمان. ايه والله شفت ومستغرب كيف قدر يسرقها. لأنها قديمة يكون أيه شغالة فورا. أصلا هذا الواطي حرامي سيارات بيقدر يفتح أي سيارة بسهولة. ايه فعلا فعلا. ها طمنينا يا بنتي. كتير منيحة وضع رجع لحالته الطبيعية. وبظن فيها تطلع الحمد لله الصبح. شكرا كتير الحمد لله. طيب أنا بقدر أروح شوفها هلا؟ أعطيناها مسكن مشان يساعدها على النوم. بس ايه فيك تشوفها طبعا. شكرا كتير إلك. نشكر الله أنها قامت بالسلامة. تولاي صار فيكم تمشوا هلا بكفي العذاب اللي عذبتكم يا معي. معقول شو هالحكي؟ لا احنا بقيانين يعني بلكي ايه؟ احتجت شي بهالوقت منساعدك. والله ما في لزوم اصلا كل قرايبنا ضلوا والله معي. طولوا علينا شكرا كثير مرتضى عذبنا وبرجع بتشكركم مره ثانيه على وقفتكم معي. ولو يا جميل نحن شو عملنا انت اخي. يلا لكان تصبحوا على تصبح على خير. ما على قلب الشر ان شاء الله. أخ مرتضى أخ خلاص بقى تولاي.
كيف يعني خلصنا؟ انت مو مستوعب المصيبه اللي نحن فيها؟ ما عم صدق، والله ما عم تدخل بعقلي. بدر شلون بتجرأ يعمل مثل هيك شيء؟ هذا جن؟ شبه بدر. اخي خلينا نوصل الاولاد بالاول، ومن بعدها منروح مندور على لميس. لك يا ولد، انا وياك شلون رح نقدر نلاقيهم؟ مو قالوا لك انه الامن عم يدور عليهم؟ بعدين انتو لازم تروحوا على دار الرعاية، حتى يمكن تأخرتوا. بعدين بلكي قدروا يلاقوهم ولسه ما خبرونا، وارد هالشي. فيكو؟ ليلاس؟ ليش مو طالع صوتكم بنوم؟ طول الطريق ما فتحتوا تمكم بكلمة، بالعادة بتصرعونا وانتو عم تحكوا وتحللوا اللي صار، وبالأخص ليلاس خانم. بس شاطرة تعيطي بالصالة وتقولي أختي أختي؟ ليه ساكتة هلأ؟ شو بدك يعني أحكي؟ أصلاً ما في شي لحتى أقوله. عن جد؟ والله بقص إيدي إذا مو مخبيين شي علينا. أحكي أنت وياها لشوف. معقول أخي يعني نحن شو بدنا نخبي عليكم؟ ما في شي أبداً والله. فيكو قول الحقيقة فوراً، هلأ مو وقت الكذب حبيبي. شو هالحكي حكمات؟ ليش أنا من إمتى بكذب؟ مخبيين شي ما؟ أخواتي وبعرفهم. ولا كلمة. ماشي. يعني ما قالكن وين مكان أختي هلا؟ لا ما قلنا، بس قال إنه هي منيحة ما تاكلوهم. أنا ما عم أفهم كيف سوى هيك، وخاصة ما حدا فينا خبروا عن العرس. طلعوا فيي لشوف، فيكم شي غريب. انتو عاملين شي ومخبينو عنا؟ ييه، انتو كمان الكون علاقة بهذا الموضوع؟ شو قصدك بكمان؟ ليش في حدا غيره؟ كيفكم؟ اوف منك يا مرتضى. يعني انت عطيته السيارة مشان يخطف اختي فيها؟ ايه والله هيك صار. يا ابني انا شو بده يعرفني انه الموضوع ممكن يكبر لهي الدرجه؟ يعني لو بعرف ما عملت. يا روحي انت كيف بدك تعرف انه الموضوع رح يكبر هيك؟ يعني القصه ما فيها انه خطفنا عروس بليله عرسها. ماشي ما تبالغي. احكوا لشوف شو عملتوا. ما تكذبي. نحن دقينا لبدر تليفون. بدي بدر. ايه ماشي. اللي صار هداك اليوم لما شفنا جميل قديش غليظ ولميس مو مبسوطة ابدا، ما تحملنا، مشان هيك اتصلنا ببدر. يعني كيف بدنا نعرف انه بدر بده يخطف اختي؟ ما عم صدق اللي عم بسمعه. هالشغلات كلها تطلع منكم وانتو لسه ما فقستوا من البيضة؟ بس فهموني شغلة، يعني هذا الصريخ والبكي كله يلي عملتوه وقت العرس كنتوا عم تضحكوا فيه علينا مشان بدر يلحق يخطفها؟ مو عيب تعملوا هيك، بركي صار شي لأختكم. بدر مستحيل يأذي لميس. بعدين بدر بيحبها كتير للميس، ومنعرف انه اختي لميس بتحبه كتير لبدر. هي صحيح معصبة منه، مشان هيك لازم جميل يطلقها لأختي وتتزوج بدر. ليك على هالحكي ليه؟ هذا اللي بدكم اختكم تتزوجه بيكون واحد. حكمات بدي لكم شغلة، اختكم تزوجت من جميل لانه بوقتها ما كان عندها حل تاني، يعني مشان تقدر تطلعكم من هالمكان. يعني شو رح تعملوا اذا قال جميل بعد يومين انا ما بدي الاولاد هدول؟ بدكم تضلوا هون بهذا الدار لاخر حياتكم؟ والله ما بعرف. وبتتصرفوا من عندكم بدون ما تخبرونا؟ شو كنت رح تسوي لو خبرناك؟ شو بيعرفني؟ يمكن كنا فكرنا سوا ووصلنا لقرار مشترك. يعني كنا خلينا هالشي يصير قبل كتب الكتاب، كنا عملنا شيء. شو هالحكي احمد؟ يعني بتشوف انه هي هي مشكلتنا؟ شو بيعرفني حكمات؟ اي انا مو عارفان شو عم احكي. عقلي ما عاد جمع. ما عاد جمع. يا اولاد اذا بدكم اي شيء بتتصلوا فيني فورا. اول شيء الكود بعدين. انا ابدا ما عاد بولاي نحن آسفين. ما تطلعوا هيك فيني، أنا ما سامحتكم ولساتني معصبة. خلاص هلا هيك بيركضوا. اضرب انت ولا
والله ما بيطلع من قلبي. دولاي اذا وصلك خبر عن اختي خبرينا. ايه تمام حبيبي. نحن منخبركم بكل شيء بيصير معنا. الصغار بامانتك حكمة. خلص لا تحكي لهمه. عصومه دخيله انا. سلام يا اولاد. يلا خلينا نفوت لجوا. عصومه دعنا بدي اتمشى شوي لحالي. ايمو نحن رايحين سوا على البيت. لا بس انا حابب اخلص من التوتر يلي جواتي. خليني اروح اتمشى بشوفكم بعدين. يلا سلام. خليه يمشي لحاله شو بدك. دولاي دولاي يجي لا. مرحبا. أهلين. مرحبا. هلأ خبرتني ليلاس إنك هون، خفت تروحي من دون ما أشوفك. نحنا كنا مستعجلين شوي اليوم مشان هيك ما قدرت أشوفك. ما تواخذيني يا روحي. آه صحيح. ليك شو بدي فرجيكي. شوفي أنا صرت أقدر أربط باطي لحالي. عملت مثل ما علمتيني تماما. برافو حبيبتي. برافو عليكي. زيلان يلا تعالي. بعد شوي رح تبلش الحصة ولازم روح احضرها. انت رح تجي مرة تانية؟ ايه اكيد رح اجي حبيبتي. يلا روحي عدرس. يلا باي. باي. مو هي اللي حكيتي لي عنها؟ شو ظريفة هالبنت. يلا إذا جاهزين أمرك. رح أقدم لكم أشهر لاعب بمنتخب السلة. فكرة ألي بول. واشتريت له طابة؟ إيه في تنزيلة؟ إيه بس الطابة ممنوعة بالبيت مو هيك حبيبي؟ لك قوم أعمل لك فتلة خلينا أشوفك منيح. دور دور. يا سلام هاي رقصة الهدافين. روح قلبي. لو تعرف شو مشتاقت لك. حبيباتي انا رجعت على البيت. وين الكل؟ شو الاولاد ما رجعوا من المدرسه؟ وين عصمت؟ شي غريب ما هيك؟ وقت تخرب الدنيا بتكوني آخر من يعلم. شوفي ليش شو الموضوع؟ وانت ليش قاعد بالبيت لحالك؟ أختك لميس وينها؟ لميس؟ عادي أمي عادي لأحكي لك. رح فوت أعمل كاستين شاي وإجي خبرك. لكان إجوا أخدوها وانتو ما ساويتوا اي شيء. ليش مو على اساس لميس على طول بتحميكم؟ اختي رح تاخذ الوصايه منك. هلا ما فيك تكوني وصيه على اخواتي.
لميس راح تطالعهم من دار الرعاية وتزوجت مشان هيك. والله جد؟ مع هيك هالشي ما عاد ينفع، طالما انه ولادي ما رجعوا لهلا. وين اختك لميس؟ هربت مع حبيبة مدري لوين. قلتلك ما راحت برضاها، هو اللي خطفها. لسه بتدوري على حجج لتلوميها؟ طيب ماشي، ما عاد رح احكي بسيرة لميس. لوين رايح؟ طالع اتنفس شوي. خبرني بالاول اخواتك وين موجودين، فهمني لأعرف شو بدي اعمل. اللي وين مكانهم لروح فورا طالعهم ورجعهم معي على البيت. ما بعرف، اخواتي مو ناقصهم هموم، بكفي اللي صار فينا من وراكي. احمد انا كنت عم بشتغل وجمعت مصاري مشان ارجع لولادي واستقر معهم. لو سمحت اللي وين الاولاد، مو معقول يضلوا بدار الرعايه وامهم موجوده. خلاص امي انسي القصه، المحكمه طلع قرارها، يعني لا انتي ولا ابي بيطلع لكم الوصايه عليهم. ولا مو مصدق؟ ما حدا سالني اذا كنت موافقه. انا مستحيل اتخلى عن الاولاد وراح اطعن بالقرار. اذا مصره تعرفي لهالدرجه شوفي ابي واساليه. الله يجيرنا من هاليوم. أختي شكراً، أهلا وسهلا. فكري وين يا مرتضى؟ ما أجا. وين بلاقي لكان؟ يعني والله ما بعرف، فكري وبتعرفي ممكن يكون بأي مكان. معلش بلا لف ودوران، ضروري شوف فكري وأحكي معه بسرعة لأنه بدي رجع الأولاد. يمكن عن شيماء. لساته عايش عندها؟ دلني لكان وين بيصير بيتها. فكري بيك من وقت ما قعدت على السفرة ما أكلت لقمة، مو منيح هالحكي، أنت مريض وكنت عم تسعل. قريب قريب شيماء، مشان هيك لازم تأكل منيح. بصراحة شيماء مالي نفس أكل شي والله. أنت متضايق على موضوع لميس ما هي؟ مشان لميس؟ والله الموضوع كمان صاولنا مشاكل وفضيحة كبيرة. إنه مو لهالدرجة، تفاعل بالخير يا فكري، يعني إن شاء الله بالأخير رح نسمع خبر منيح وتقدر تاخد أخواتها. يمكن يكون هذا هو الخبر المنيح. إجا دغري. مين على الباب؟ أكيد أنت شيماء، من الصورة تذكرتك. الصورة شو؟ شو عم تساوي؟ مين أنت؟ ما فيك تفوتي على بيتي وأنت لابسة برجلك. مين أنت؟ شو بدك؟ مين أنت؟ شكراً. شكراً ما غيره؟ يعني أنت شكراً مرته؟ أي نعم، شكراً مرته. شكراً. شو ليش هيك انصدمتي؟ لكون خربت جو العشاء اللي عاملينه؟ لا ما هيك، نحن مالنا عشاء، يعني أنا وشيماء خانم أصلاً مو عشاء، فيك تقولي رفقات سكن. لا عن جد؟ ولشو كل هالصفرة هاي؟ عم تلعبوا بيت بيوت يعني أنت وياها؟ يعني شبك أنت جاية تحاسبيني؟ شو صار بشوفير الكاميون تبعك؟ ما بعرف شو صار فيه، تركته من زمان. والله بجد؟ يلا قوم لنروح فكري. لوين؟ عالبيت طبعا، يلا تحرك قوم ضب غراضك والحقني ناطرتك برا. طيب ماشي ماشي. عم تدعسي ببوتك والسجادة نظيفة. معقول فكري بك كيف تسمح لها؟ يا حبيبي الحقني تعال شوف المقرة. فكري بك من بعدك ترن ترن. فكري بيك يا حبيبي الحقني تعال اشوف اللي قرالي من بعدك. فكري بيك. يلا شيماء خانم انا ماشي بخاطرك. لوين؟ ما سمعتي المره شو قالت؟ على البيت ما بقدر خالفها. Thank you.
مش لحبوطة. وكمان ما خلته يفطر. والزلمة كتير مريض لسه ما أكل ولا لقمة. خلص رؤي ما صار شيء. ما صار شيء بنوب. أنت كيف بتتخلى عن أولادك؟ كيف بتتنازل عن الوصاية بدون ما تعطيني خبر؟ بعد ما تركتي بيتك وولادك عم تحاسبيني والله أنك مجنونة. وإذا أنا تركت البيت بتقوم حضرتك بترمي ولادك بالشارع؟ قال عطيتها الوصاية. كيف بتساوي هيك؟ في أب بيساوي هالشي؟ ولأني أب ساويت هيك أصلا قلت أمهم ما عاد رح ترجع ودار الرعاية أحسن لهم مني ومنها. حاجة عليك. أنا بعرفك مزبوط، ما تمثل علي دور الأب اللي عم يضحي. أنت كل هدفك إنه ترتاح. ما تصرعي راسي أكثر، خلص الموضوع انحل. لميس أخذت الوصاية وراح ترجعهم على البيت. إيه صدقت. وينها ليش؟ شكله والله طال على أمها، هربت بيوم عرسها. إيه بعرف إنه هربت، بس وينها هلا؟ شو بيعرفني وينها؟ شو يعني ما بتعرف؟ ضلت تقول إنه بدي آخذ الأولاد وتزوجت الشرطي كرمال هيك، وبيوم عرسها إجت تاني وهربت معه دغري. افع هالقصة معقدة كتير وفايتة ببعضها. خلصيني يعني يلا. يعني استفدت من جوابك؟ شو هالمسخرة هي؟ واضح انكم تفرقتوا كتير بغيابي. هالشي مو مقبول ابدا، وهالحكي ما رح يستمر، وهذا غير المهزلة اللي مساوي تلاميس. واحد بيرمي ولاده بالشارع والتانية بتهرب من زوجها، شو هالمهزلة؟ بكرة من الصبح طلع على المحكمة وقل لهم بدي ولادي، ما رح اسكت ورح اخذ ولادي غصب عنهم. لا ما مين هاي؟ والله شكلها بتشبه لشكرا، بس هي مين اللي جاي هلا؟ فاطمة خانم أهلين. لما ما اطمن علي حدا منكم وما حدا برر أو شرح الشيء اللي صار قلت بجي أنا بسأل. خير ما سويتي، فوتي فوتي يلا. تفضلي ست فاطمة تفضلي. شكراً اليوم رجعت تعي تعرفي عليها. شكراً شكراً. تعي تعي استلميها ورجيها نجوم الظهر. والله ما صدقت لما قالوا لي رجعتي، بس طلع كلام الناس مزبوط. قالوا لك إنه بنتك اللي مو مرباية هربت بيوم عرسها وعملت لنا فضيحة كبيرة قدام الناس، وزوجها من محل لمحل عم يدور عليها، بس شايفتك مو فارقة معك وقاعدة ولا على بالك. عفواً ليش مين حضرتك؟ وبأي حق بتدخلي على بيتي هيك وبتحكي معي بهالأسلوب؟ لهلأ ما عرفتيني، أنا حماتها لبنتك، بنتك اللي ضحكت على ابني الطيب وخلته يتزوجها. بس هالموضوع ما رح يمر هيك ومستحيل ارضى فيه، ما برضى تبقى على زمته ابدا. روحي واعملي اللي بيطلع بايدك، بنتي اصلا مو قاتله حالها على ابنك وعلى جماله. تزوجته بس مشان ترجع اخواتها على البيت، وبطلت لما عرفت انه تهورت، ولهيك هي هربت. اخ على هيك عيله، والله انكم بلا اصل. لا تتوقحي واحكي معي بادب. مثل ما قلت لك اعملي شو ما بدك، اذا مره تانية بشوفك انا اللي رح اعلمك الادب. يلا من هون. شو هالوقاحة هيلا وعم تهددني كمان؟ انت ما بتعرفي شكران مين بتكون. روحي. اصلا بنتك مو طالعة على حدا غريب. يلا نقلعي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.